الفرق التي كانت مرشحة ومنافسة في الموسم الماضي والتي تريد أن تبدأ الموسم الآن. كريستيانو رونالدو وكتيبة النصر تلس باتجاه كريستيانو. كريستيانو يحاول، ساديو ماني يتقدم الآن، بيلعب الكرة في مكان إلى كريستيانو رونالدو. فيها بإنجازات فرقها وأبطالها بنجومها والدوري. يا تلسكا عرضية إلى كريستيانو، وكريستيانو يحاول لكن الكرة أيضا مقطوعة. حكم المباراة إلى يرسل الكرة في مكان إلى بروزو، إلى كريستيانو. كريستيانو الكرة تعود، مدافعين تونسكا يفتح مساحة للتصويب. كريستيانو يضغط، هناك خطأ بأهداف أكثر كجناح حتى وإن كان في أضلوح على المرور. كريستيانو يخترق ولكن هناك كريستيانو لمسة. كريستيانو إلى ساديو، أضلوح على تمريرة، هنا الاختراق لكن بعد ذلك عمر غونزاليس يشر هدف. وبروزو بيلعب لكرة عرضية، سقوط أحد اللاعبين في توقيت الضربة الركنية. الحكم يعيد تنفيذ ضربة ركنية، سلامات إن شاء الله. يمكن محمد الدوسري اللي طاح على أرضية الملعب. الدوري السعودي يبدأ مشاهدينا. ساديو ماني عدى عرض. الله 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 الله، كلنا نمشي على الأرض. وحده كريستيانو يطير، وحده كريستيانو يطير. إنه يقوم بما يقوم به دائما، هوايته المفضلة، هداف بطولة الدوري في الموسم الماضي. وهل تجيد غير ذلك؟ وهل تفعل غير ذلك؟ وهل تعرف يا كريستيانو في بطولة الدوري؟ لكن انظر إلى هذا ماذا يفعل يا كريستيانو. شوط المباراة الثاني، تقبلوا تحيتي محدثكم فارس عوض والكلمة حارس المرمى مشاري سنيور. شوط المباراة وكم سيطر، تلاعب، عرض. الله الله، بوسكا غير راية إلى كريستيانو، إلى أوتافيو، حافظ عليها، سقط كريستيانو. كريستيانو حاول، كريستيانو فتح مساحة، كريستيانو يريد التصويب. هناك خطأ يأتي به لنفسه. كريستيانو يتقدم ولكن الكرة تصطدم في الحائط. ستأتي رأسية، الكرة تعود، أوتافيو لكن إلى خارج الملعب. ضربة مرمى في اللقطة الماضية في بطولة الدوري السعودي. يقترب كريستيانو، مستحيل يا دور، اتخذ القرار الأنسب. لطالما كنت تفعل ذلك، اتخذ القرار الأنسب لطالما. وتستمر في هذا الشغف، وتستمر في هذه الرغبة. الكرت الأحمر على لابورت، وتدخل فيها لإلغاء هدف بالنسبة ل أمير سعيود في الشوط الأول، وتدخل في منطقة الجزاء. عرضية رأسية، كريستيانو يحاول ولكن ضربة ركنية أخرى. أم ماذا نشوف ونتابع قرار حكم المباراة في هذا التوقيت؟ ربما حاول، عرض في مكان لابورت، رأسية، متابعة، تصويب. يتحسر الآن على الفرص التي ضاعت عليه في شوط المباراة الثاني.